الحلقة 57 في تفسير جزء عامة، تفسير سورة الكافرون. ما فضل سورة الكافرون وما الدليل على كل فضل؟ الدليل الفضل الأول أنها تعدل ربع القرآن، والدليل عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، وكان يقرأهما في ركعتي الفجر. تاني فضل، كان يقرأ في ركعتي الفجر وبعد المغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: يقرأ ركعتي الفجر وركعتين بعد المغرب بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وكان يقرأهما بعد الطواف. ثبت في صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه السورة قل يا أيها الكافرون في ركعتي الطواف، وكان يقرأها قبل النوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لنوفل: اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نوم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. وكان يقرأها على المريض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله العقرب لا تدع مصليا ولا غيره، ثم دعا بماء وملح ثم وجعل يمسح عليها ويقرأ قل يا أيها الكافرون وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ما الهدف من سورة الكافرون؟ التبرؤ من الشرك كاملا، معبود وعبادة واليوم وغدا، ومنع أي تنازلات في الدين أو حلول وسط. طيب، قل يا أيها الكافرون، يأمر الله نبيه أن يوجه الخطاب لكل الكافرين ما داموا على الكفر، وإن أسلموا بعد ذلك خرجوا من ذلك الخطاب. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد الآن ما أنتم تعبدون. أعبد فعل مضارع يدل على التجدد والاستمرار الآن. ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أعبد اليوم ما تعبدون، ولا أنتم عابدون اليوم ما أعبد. طيب، قالوا خلاص خلي فيه مفاوضات، ممكن بكرة ترجع في كلامك. فجت النص التاني بقى بتزوره: ولا أنا عابد. عابد اسم فاعل للمستقبل، أيوة في المستقبل، ولا أنا عابد ما عبدتم، وفي المستقبل ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين، ده تهديد لهم، لكم دينكم دين فاسد سيهلككم، ولي دين دين صالح سينجيني، وسوف تعلمون بطلان دينكم وعاقبتكم النار. طيب، ما المعلومات العامة في الصورة؟ أول حاجة مكانها، مكان الصورة دي في مكة، نزلت بعد صورة المعون. تاني حاجة ترتيبها 109، عدد آياتها 6 آيات، عدد كلماتها 28 كلمة، عدد حروفها 94 حرف. سبب نزول الصورة، حكي أن في سبب نزولها أن قريش طلبت من النبي أن يعبد أصنامهم سنة، وهم يعبدون إلهه سنة، فأنزل الله هذه الصورة براءة من الكافرين وعبادتهم. ما الدليل على أن لكم دينكم ولا دين للتهديد؟ إن بدأت الصورة بكل أيها الكافرون. وتاني حاجة، سبب نزول الآية، نزلت معها لقى الوليد بن المغيرة، العاص بن وائل، والأسود بن المطلب، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم كل واحد سنة. وإن كان فالمهم، فأنزل الله تعالى قل يا أيها الكافرون، ونزل قل أفغير الله تأمروني أن أعبد أيها الجاهلون، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال تعالى: فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، وأنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. يبقى دي آية برضو فيها التهديد. يبقى مش لكم دينكم ولا دين يعني أن دينكم صح، لا، لكم دينكم دين باطل، وده من ألفاظ التهديد، زي قوله تعالى: اعملوا ما شئتم. هل معناها تعمل ما شئت؟ طيب، هل في الآية تكرار؟ قلنا لا، لا أعبد ما تعبدون النهاردة ولا عابد ده بكرة. في بعض الناس يقول لك نفي الوقوع ونفي المعبود ونفي العابد، والتاني يقول نفي الفعل ونفي الاسم. كل الكلام ده احنا قلنا الراجح فيه، ماشي. قولوا قولي هذا واستغفر لكم. لا، في سؤال كده يقول لك ايه، قل يا ايها الكافرون، ازاي هم قالهم كافرون هم اسلموا؟ نقول لك هم دلوقتي بيقولهم كافرون، بس اللي هيسلم منهم هيطلع بالخطاب، اللي يسلم منهم يطلع ايه برا الخطاب. في اسئله تانية؟
ما اعتقدش ان في اسئله. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.